أعلن الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم أميو بي أس عن تنظيم المؤتمر الدولي السنوي الثالث للتعليم العالي برعاية وزير التربية والتعليم العالي البروفيسور حسان دياب. تتوزع محاور المؤتمر على أبرز القضايا، ويشارك فيه أخصائيون من الولايات المتحدة، أوروبا، البلدان العربية ولبنان. يقام المؤتمر في فندق كراون بلازا بيروت ما بين 31 من تشرين الأول والثاني من تشرين الثاني 2011. للاشتراك والمزيد من المعلومات www.hack2011.info info@mubs.edu.lb